أكثر من 5 سنوات من الحرب، بذل الإعلام السوري جهدا كبيرا في محاولة كشف الحقيقة ومواكبة الأحداث على الأرض، مغفلا جوانب أخرى هامة جدا لجذب المشاهدين إليه من وجهة نظر المتابعين. كاميرا الإخبارية السورية استطلعت آراء الشارع السوري بما يخص شاشات الإعلام الوطنية. بعض القنوات جددت وجابت مذيعين جداد، وقنوات ثانية لا، ظلت على المذيعين القدامى الكبار يعني. فهالشيء عم بيخلي انه ما في متابعة يعني على القنوات هذيك. شو رأيك بالإعلام السوري؟ ضحكتيني خلص. ما في أروع من الإعلام السوري بالعالم. لأنه صادق وأمين. إنه لازم الواحد يجدد يعني مذيعات يعني أكثر، ويعني الإعلام ساعته ضعيف عندنا. بيهمنا أداء المذيعين أو مذيع أو شو ما كان، إنه يكون أداؤه يعني يوصل الفكرة توضيح بالأداء. الشكل والله بيأثر 80%، إذا الشكل حلو أنيقة ومهضومة وجذابة بقعد بتفرج على الأخبار كلها المنيحة والمنيحة، والهضامة يعني تكون شوي موجودة. إنه في أيامات المذيع بتلاقي عم يحكي كأنه عم يخانق خناق. بالنسبة للمذيعات في منهم إقدام، في منهم بدهم تجديد، في منهم بالنسبة للغة الإنجليزية يعني تطور أحسن يعني بالنسبة لنا. الشباب كان له كلمته أيضا، فهو بحاجة إلى من يعكس همومه ومشاكله ويمثله بالإعلام. هلا أول شيء ما في شك إنه الإعلام السوري عم يقدم صورة واضحة وحقيقية، بالإضافة إلى إنه هو في طاقم عمل كتير مميز. هن ما عم يقصروا، بس نحن أكيد بحاجة لوجوه جديدة، وجوه شابة أكتر تقدر توصل كل شيء لكل العالم اللي عم تتفرج عليهم. إنه الإعلام السوري بصراحة بحاجة كتير، لأنه شباب جداد وجوه جديدة وصلوا رأي الشاب السوري والبنت السورية، لأنه يعني صرنا كتير زمان عن نفس النمط وما تغيرنا يعني. الوضع كله تغير والدنيا مشيت بسرعة، ونحن بعدنا واقفين من 20 سنة عند نفس النقطة. فبظن إنه أي كتير نحن بحاجة إنه يعني نمشي، وخصوصي بهذا الموضوع ما حدا قد الشاب بيعرف هم الشاب يعني. هلا كفكرة إنه المذيع الشاب وتجي يطرح فكرة، هو أكيد حيكون معاني منها قبل بسنين قليلة كتير، يعني حتكون نفس الفكرة اللي أنا عم عاني منها. هلا أما وقت يجي مذيع قديم حيكون في فرق كبير بالمشكلة، وقت بده يطرحها هو ما حيكون عايش نفس المشكلة اللي أنا عم عاني منها. هلا ما بين الشكل والنمطية كثرت انتقادات السوريين. عمل وطني أتم على أكمل وجه في ظل غياب الصورة والأداء حسب رأي المواطنين. للإخبارية السورية من دمشق، ميسان حمدان.